السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم بدنا نشرح الدرس الرابع لمادة التاريخ الصف التاسع اللي هو اليقظة القومية في أوروبا. بدنا نشوف كيف صار في عندي في أوروبا يقظة قومية. قبل ما نعرف شو يعني يقظة قومية لازم نعرف شو يعني قومية. القومية لما يجوا مجموعة من الناس يشتركوا وينتموا لجنس معين مع وجود روابط بتجمعهم زي اللغة والثقافة المشتركة والتطلعات المتشابهة نحو المستقبل. طبعا قبل ما يكون في عندهم يقظة قومية كان الأوروبيين بيعيشوا على اختلاف قومياتهم ضمن الإمبراطورية الرومانية، كانوا دولة واحدة، عشان هيك انه كان بخدموا الإمبراطور والبابا. طبعا هاي الحركة اللي هي حركة النهضة أيقظت في الشعوب الأوروبية انه لازم نتخلص من الإمبراطورية ونعيد تقوية الدولة الخاصة فينا. فكانت كل الدول الأوروبية بتعيش ضمن إمبراطورية رومانية واحدة، صار كل شعب يطلع إنه لازم إحنا يكون عنا دولة لحال. طبعاً اتنبه الأوروبيين لماضيهم وأدركوا الواقع اللي هم بيعيشوا فيه، عشان هيك بلشت بوادر اليقظة القومية تظهر منذ أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر. طبعا ايش كان دور المفكرين الاوروبيين في اليقظة القومية؟ كان لهم دور بارز في انهم يحيوا اليقظة القومية الاوروبية وينبهوا الشعوب لأهمية الوحدة والحرية والاستقلال، وعشان وكان لهم دور في تأسيس الدول القومية اللي كانت قائمة على فلسفة الأمة اللي بتجمعها روابط بين ابنائها مبنية على وحدة اللغة والأرض والتاريخ المشترك. يعني اللي بيحكوا لغة واحدة تاريخ واحد المفروض يكونوا في دولة واحدة. طبعا من ابرز المفكرين اللي هو اول واحد جان جاك روسو. جان جاك روسو مفكر فرنسي اكد في كتابه العقد الاجتماعي انه الانسان بنولد حر، والمجتمع بيقوم على اساس المساواة بين الافراد في الحقوق والواجبات والحريات. على اي اساس بيقوم المجتمع؟ على اساس المساواة في الحقوق والواجبات، والشعب هو مصدر السلطة بينه وبين الحكومة عقد اجتماعي. يعني احنا بينه وبين الحكومة عقد اجتماعي بموجبه هي حق للشعب الخروج على الحكومة إذا أخلت بشروط العقد. يعني إذا الدولة ما سوت بين الأفراد بيصير لا الشعب إنه يخرج على الحكومة. هذا أول مفكر. تاني مفكر اللي هو هاردر، المفكر الألماني اللي رأى في اللغة روحا للشعب. يعني المفروض إنه كل أمة أو كل شعب يحكي لغة واحدة يكونوا في دولة. وشبه الأمة بالكائن الحي الذي تتأكد فيه بعض الصفات الوراثية زي اللغة والعادات والتقاليد، والأفراد الذين ينتمون لقومية واحدة تكون لهم الصفات المشتركة نفسها. تمام، هسا إيش الروابط اللي كانت بتربط بين أفراد الأمة اللي دعا إلها هاردر؟ اللي هي اللغة والعادات والتقاليد. تمام، نيجي لعوامل اليقظة القومية. عندي الثورة الفرنسية وعندي الحروب الفرنجية. هسا ايش دور الثورة الفرنسية في قيام اليقظة الأوروبية؟ طبعا بحكي لي تعد الثورة الفرنسية اللي قامت بال 1789 من اهم الاحداث في تاريخ فرنسا وتاريخ اوروبا كامل. ليش كانت من اهم احداث اللي وقعت او حصلت في فرنسا واوروبا بشكل عام؟ اول اشي لانها نشرت مبادئ وافكار تتمثل بالحرية والاخاء والمساواة. تنين، رأت انه من حق الشعوب الثورة على حكوماتها الظالمة والمستبدة، فكان لها اثر كثير كبير في احياء اليقظة القومية لدى الشعوب الاوروبية وانها تعيد النظر في اوضاعها. طبعا بيرجع لها الفضل في اذكاء الروح القومية عند الشعوب الاوروبية جميعها للثورة الفرنسية، خاصة الشعب الفرنسي. اسهمت سلسلة الحروب اللي خاضها نابليون مع الدول الاوروبية في انها تنشر مبادئ الثورة الفرنسية في اوروبا. كيف؟ مبادئ نابليون كانت طبعا مهدت مبادئه لا قيام وحدة قومية، الغاء الامتيازات الطبقية، بقاء القيود الاقطاعي وبقايا القيود الاقطاعية. كان بده يسعى لتحقيق العدالة والمساواة وإزالة العوائق التجارية ومساعدة الشعوب الأخرى على محاربة الظلم والاستبداد والطبقية. هاي كلها الأفكار ظهرت بعد حروب نابليون مع الدول الأوروبية. تمام، هلا بدنا نيجي لإيش دور الحروب الفرنجية في اليقظة
القومية. طبعا الحروب الفرنجية كان لها دور كثير كبير بعد ما اختلط الفرنجيين بالمسلمين في بلاد الشام، يعني بعد ما الفرنجيين اجوا وشافوا المسلمين وشافوا حياة المسلمين، لمسوا طبيعة القيم الإسلامية من تسامح وحرية ومساواة، رجعوا لبلادهم ونقلوا هاي القيم اللي تركت أثرها في شعوب أوروبا. هلا بدنا نحكي عن نتائج اليقظة القومية اللي هي الثورة الصناعية، التقدم الصناعي وظهور الدول القومية. نيجي للثورة الصناعية. ليش الثورة الصناعية من أهم نتائج اليقظة القومية الأوروبية؟ لأنها أدت لظهور مخترعين في فروع الصناعات المختلفة، وترتب عليها زيادة الإنتاج وتكوين رؤوس أموال. التقدم الصناعي بحكي لي ارتبطت الثورة الصناعية بالتقدم الاقتصادي. طبعا بما أنه في عندي ثورة صناعية فبالتالي المفروض يكون عندي تقدم اقتصادي. دفع التقدم الاقتصادي الدول الأوروبية في أنهم يبحثوا عن أسواق تجارية بينها. شو حصل في ألمانيا؟ قدمت فكرة لإنشاء الاتحاد الجمركي بين الولايات الألمانية، عرف بالزولفرين. الزولفرين اللي هي فكرة إنشاء اتحاد جمركي بين الولايات الألمانية بزعامة بروسيا، يعني بروسيا اللي هي ولاية ألمانية تتزعم الزولفرين. وبموجب هذا الزولفرين أعلنت حرية التجارة وألغيت التعرفة الجمركية بين الولايات الألمانية، يعني بين الولايات الألمانية ما في جمارك. عشان هيك صار في عندي وحدة اقتصادية مهدت بعد هيك لقيام وحدة سياسية. آخر إشي بدنا نحكي عن ظهور الدول القومية. بحكي لي اليقظة الأوروبية أدت لقيام ثورات بتنادي بالوحدة، إنه كل شعب صار بينادي بالوحدة. بهاي الثورات شارك عندي عدد من الطلاب، العمال، الفلاحين ودعاة الحرية. كان من نتائجها ظهور الدول القومية الموحدة. أشهر الدول اللي ظهرت فيها اللي هي إيطاليا وألمانيا، اللي كانوا ممزقتين سياسيا مع وجود مقومات الأمة الواحدة. كيف يعني؟ يعني الشعب الإيطالي بيشترك باللغة، بالتاريخ، بالدين، بمجموعة من القيم. يعني في عندي مقومات الأمة الواحدة بس كانوا ممزقتين ألمانيا وإيطاليا سياسيا. طبعا بعد تحقيق الوحدة في إيطاليا وألمانيا دخلوا بوابة التنافس بين الدول الكبرى في أوروبا، بلشوا يتسابقوا لحتى يحصلوا على أسواق ومستعمرات خارج أوروبا وينافسوا بها بهاي الأمور الدول الكبرى، خاصة بريطانيا وفرنسا. هيك بيكون خلص درسنا، ويعطيكم ألف عافية.